معكم النشمي، وعلى فكرة أنا تيوتا من جماعتكم. وأنا المزيونة قطع شبي ذا. صلح يا شيخ صلح، استر ما واجهت، ترى ما عرفنا غير البناش. الحبشتكات وش ذا اللبشة؟ هيا أخلص. خبيص هذا انت، وش بلاك عميتني؟ اغمز لك انا والحديدة، وش رايك وش رايك بس؟ كيف بس يا حبوب حريص؟ والله ما اقول غير الله يعين الحديد علي، الا بتعمينا وتعميها. بالعكس هذا الدلع والحركات والحبشتكات، تعال اوريك، هذه الاضاءه الرومانسيه، وهذه اضاءه الفله، وهذه لوحه التواصل الاجتماعي الالكترونيه، باقي ما ركبتها، تراها بكرتونها وجديده. اقول بلا حركات بلا حبشتكات، رومانسيه ولوحه الكترونيه، لعبه هي لعبه، يلعن ابليسك، قلبتها ديسك انت ولمباتك ذي. النظام الكهربائي للسيارة مصمم يناسب لمات بلدها، ومربوط ببعضه ويتحكم فيها الكمبيوتر، يعني لمبة واحدة غلط أو مغشوشة ممكن تخرب لك كهربة السيارة كلها. ما عليك يا عم أبو حريص، خبيص دائما على أهبة الاستعداد. وش ذا؟ هذه لمبات وفيوزات وأسلاك كلها موجودة، وبعدين ما فيها شيء لو انحرقت لمبة، لسه الصحة موجودة، والنظر ولله الحمد حديد، والمحترف اللي زيي ما يحتاج للمبات ولا غمزات. كيف 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 ما يحتاج؟ اللمبات هي اللي توريك الطريق، وهي كمان لغة الإشارة بينك وبين باقي السائقين اللي وراك. صدقت والله، وضروري علشان أكشح عالي واطي عالي واطي وأغمز للجكر. جكر إيه وعالي واطي إيه، بذمتك هذا كلام واحد في راس سواقة؟ اللمبة المحروقة تقلل مدى الرؤية وتعرضك للمطبات والحفر، غير الحوادث لا قدر الله يا ولدي. ولمبة الفرامل ضرورية عشان اللي وراك يعرف لما تفرمل، ولو فرملت فجأة ولمبة الفرامل محروقة اللي وراك راح يقبع فيك يا حبيب قلبي. يستاهل لأنه غشيم، الغلط عليه انت الغشيم، وبتحمل الغلط لو لمباتك محروقة ولو الغمازات محروقة. ايش عرف الناس انك بتلف يمين ولا شمال ولا اي مكان تبتروح له؟ ما يبي لها سؤال، بأشر بيدي. يعني تتخيل اللي في الطريق كلهم ذول عندهم خبر ان خبيز زي بجل الغمازات وينتظرون اشارة من يده؟ كثير من الحوادث بسبب اهمال تافه. في فرق يا ولدي بين الاهمال والحرافة والحرص، فهمت يا خبيص؟ فهمت؟ خسارة خسارة، بنشيل الحبشتكات. بتوديها الصيانة عشان تشيك على كل اللمبات والنظام الكهربائي. طيب والله انك صادق يا ابو حريص، صح لسانك يا ابو حريص، يا بختها المزيونة بيك. تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. لا تنسون تتفرجون الحلقات اللي راحت، وسووا سبسكرايب عشان تشوفون الحلقات الجايه.